أعزائنا المشاهدين، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نطل عليكم اليوم من هذا الفضاء، فضاء حديقة فندق الجزائر، في حوار خاص ليس كسابق الحوارات التي قدمناها، حوار نستضيف فيه ضيفا عزيزا على الجزائر، قدم إلينا من جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأبى إلا أن يلبي دعوة الجزائر ودعوة تلفزيون النهار. صدح بصوت الحق في قصائده وأشعاره، ولم يخش حاكما أو رئيسا أو أميرا، فوحد بشعره العالم العربي وألغى بقصيدة التأشيرة التأشيرة ولو معنويا بين شعوب الوطن العربي، فذاع صيته من المحيط وحتى الخليج. إنه الشاعر المصري هويس الشعر العربي هشام كامل عباس محمود الجخ. أهلا وسهلا بك أستاذ هشام، ومرحبا بك في بلدك الثاني الجزائر. أخجلني تقديمك، بس أنت وصفتني بإني ضيف، وأنا رافض كلمة ضيف. هشام الجخ في الجزائر مش ضيف، لكن مدام طلعت منك أنت مقبولة يا سيدي. شكرا أستاذ هشام. أشكرك يا حبيبي على زوجك، وأشكرك على المقدمة الهائلة. العفو. بداية في هذا الحوار الخاص على تلفزيون النهار، وأنت ضيف الجزائر بدعوة من برضو ضيف النهار. برضو ضيف. طيب أنت أهل البيت، أهلا وسهلا بك معنا حبيبي. الكثير يتساءلون بعد ما يعني سمعوا الإعلان وسمعوك وحضروا وشافوك في تلفزيون النهار، معنى كلمة هويس؟ الكل يقول من لقب الشاعر بلقب هويس؟ كيف هذا اللقب؟ ما معناه؟ تفضل. هحكي لك. أولا الهويس عندنا في مصر اللي هو، بص انتوا هنا ما عندكمش انهار فمش معتادين الكلمه. عارف 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 النهر، عارف الجنطره اللي بتوجف الميه؟ لا، الجسر ده بيعدي عليه الناس، الهويس ده اللي هو بيمنع الميه، السد. اشكرك. الحاجز المائي اللي بينظم الميه، علشان الميه ما تبقاش طول السنه مفتوحه على الارض، فالميه بتتقفل وبتتفتح يسقي وبعد كده يقفل تاني علشان ما يأذيش الأرض. إيه بقى اللي بيفتح وبيقفل ده اسمه إيه؟ ده الهويس. الهويس هو اللي لما بيفتح بيسقي الأرض العطشان. ومن ألقى هذا اللقب؟ اتحاد الكتاب المصري سنة 2008 تحديدا، مدام إيمان بكري كانت أنا ذاك ماسكة نائب رئيس الاتحاد، وهحكي لك ايه العله بتاعتها برضو. اوائل هويس كلمه صعيدي، كلمه مشهوره عندنا في الصعيد، وانا صعيدي اصلا، فكانت المساله ليها علاقه بكده. الشيء الثاني، خلينا صراحه وخلينا احكي لك على حاله يمكن امبارح واحنا سهرانين كنا بنتكلم في انها حاله عشناها في مصر وشبيهه هنا في الجزائر. الشعر شعبيته ياسر محدودة شوية. يعني خلينا صراحة، لما بتعمل أمسية شعرية يوم ما يجي لك 25 واحد، أنا نشأت في 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 هذا المجتمع، يعني لما يجي لك 25 واحد في أمسية شعرية تبقى أنت كده أمسيتك ناجحة، يعني أنت كده عملت حاجة مهمة. لكن اللهم لك الحمد ولك الشكر، لما كانوا بيعلنوا إن هشام الجخ جاي، كان الهويس بيفتح بي. كان بيبقى عدد وجمهور فأطلقوا علي في اتحاد الكتاب هويس. جميل. طيب أستاذ هشام، أنت نزلت على الجزائر، نريد أن نعرف أول شيء لفت نظرك لما حطيت الرحال بالجزائر، أول شيء. بص، أولا حسن الاستقبال اللي حصل في المطار ده أنا ما ينفعش أتكلم فيه، لأن واضح أنه عادة لأهل الجزائر ومش حاجة جديدة على أهل الجزائر. لكن خليني أقول لك، بعد ما طلعت من المطار وبعد حسن الاستقبال وحفاوة الاستقبال اللي عملتوها في المطار، وإحنا ماشيين في الشارع كانت الجزائر شبه تونس. أنا أول مرة أنزل الجزائر كانت الشوارع شبه تونس، وكان في حتت معينة شبه رام الله في فلسطين، الجبال والبيوت اللي السقف بتاعها ألوان. ده مشهد هتشوفه إن شاء الله، ربنا يوعدنا كل العرب، ربنا يوعدنا إن احنا نسافر
رام الله ونصلي في المسجد الأقصى. أنا رحت صليت في المسجد الأقصى، وعلى فكرة أحسن تكون الشائعة هنا في الجزائر برضو شبه الشائعة اللي في مصر، إنك عشان تروح الضفة أو عشان تروح تصلي في المسجد الأقصى أنت لازم تاخد تصريح إسرائيلي وبتاع، لا أنت بتاخد تصريح أردني. يعني أنا رحت صليت في المسجد الأقصى بتصريح وبتنسيق من السفارة المصرية والسفارة الأردنية، ولا خدت ختم على الباسبور بتاعي ختم إسرائيلي ولا حاخده، ولا ينفع إن الباسبور بتاعي يلوث بختم إسرائيل. أنا رحت من خلال السفارة المصرية والسفارة الأردنية. لما تروح الضفة، أي مدينة في الضفة تحديدا رام الله، هتشوف البيوت اللي على الجبال وشكل البيوت شبه منطقة عندكم مش عارف اسمها ايه، شبهها بالضبط. فالجزائر وكمان الجو العثماني اللي احنا فيه ده برضو بيفكرك بحتت في الوطن العربي. الجزائر فيها من كل بلاد الوطن العربي حتة، لكن أروع ما في الجزائر، وأنا لست مادحا وانتوا عارفين هشام الجخ، يعني أروع ما في الجزائر إنها شابة. إن يعني احنا رحنا قناة النهار امبارح، رحنا أول امبارح. الكرو مثلا لو افترضنا إنهم، أنا ما عدتش، بس لو افترضنا إنهم كانوا 50 أو 60 شخص، كان اللي فوق سن 30 سنة ما يكملوش 5، وكل الكاست وكل الكرو اللي بيشتغل كانوا في العشرينات. ده أهم ما في الجزائر، إنها بلد شابة، إنها تمتلك بكرة. يا رب كل البلدان العربية تمتلك بكرة. جميل أستاذ هشام، الكثير يعني بالتأكيد حدثوك عن الجزائر قبل مجيئك، وسمعت عنها الكثير، ممكن تفرجت ممكن شاهدت. هل بعد الآن زيارتك إلى الجزائر، هل ما سمعته ينطبق أو ما حدثوك ينطبق، أم أن الصورة تغيرت؟ لا، الصورة ما تغيرتش. خلينا نقول بشكل مبدئي إني أنا مش من النوع اللي بيحكم حكم مسبق، وخلينا نقول إني أنا لما بسأل على بلد قبل ما أروحها مش بدخل النت ولا بسأل حد ما يكونش راح، أنا بسأل ناس تكون عاشت في البلد. كل من عاشوا في هذا البلد مدحوه، كل من عاشوا في هذا البلد من أصدقائي اللي أنا أعرفهم مدحوا المكان، وأنا جئت لأستكمل مسيرة المدح لهذا البلد. طيب أستاذ هشام، الكثير يتساءل أيضا لماذا تأخر هشام الجخ في زيارة إلى الجزائر؟ هل لم تكن هناك دعوة، أم هل لم تكن دعوة جادة وصريحة؟ طيب لماذا؟ تفضل. بص يا ياسر، خلينا نعترف أن أنت ما ينفعش تنزل بلد تعمل فيها أمسية وتنظم فيها إيفنت حدث كبير بدون أهل البلد، بدون ما تبقى الجهة اللي بتنظم هم أهل البلد. حتى على فكرة في مصر، يعني لما بنروح نعمل حفلة في اسكندرية مثلا، بتبقى رابطة محبي هشام الجخ في اسكندرية هم أهل البلد، هم اللي بينظموه، هم اللي بيتواصلوا، هم اللي بيعملوا. فالطبيعي إنك لما بتسافر أي دولة بتبقى الدعوة جاية لك من أهل البلد. المشكلة إن أهلنا في الجزائر هنا، جمهور الشعر، جمهور هشام في الجزائر، اللهم لك الحمد ولك الشكر، جمهور كبير، لكن مش كلهم على حجم وعلى ثقل قناة النهار. فممكن واحد يبقى متحمس لك، يا هشام تعالى، يا هشام مش عارف ايه، على 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 دماغي اجيلك البيت، يعني اجيلك ضيفك نقعد ونتسامر. لكن عشان تيجي تعمل ايفنت كبير، لما تيجي تعمل حفله كبيره، لما تيجي تعمل حدث كبير، لازم يبقى المنظمين جهه مختصه وجهه كبيره وجهه غير مشبوهه السمعه، لان ده برضو موضوع مهم جدا بنراعيه واحنا مسافرين. ما انا ممكن اسافر اي حته، بس لا، الناس اللي بينظموا دول اللي بعتلك الدعوة، ده أنا ذكرت قناة النهار قبل ما أجي علشان ما تنزلش على ناس مشبوهة السمعة
والسمعة تيجي فيك. فأنا ذاكرت قناة النهار، تأكدت إنها قناة وطنية وقومية، وقناة النهار كانت واقفة مع أهل غزة كأنها قناة القدس. يعني لو شفت قناة القدس وشفت قناة النهار في فترة ضرب غزة، تحس إن أنت في غزة مش في الجزائر. فلا، دي قناة محترمة، جهة محترمة، جهة محترفة، لا أجيها وأنا فخور وأجيها وأنا مطمئن. جميل. طيب أستاذ هشام، يتساءل معجبوك أو متابعوك عن كيف بدأ هشام الجخ ينظم أبياتا شعرية لأول مرة، وفي أي سنة كان ذلك؟ بص يا ياسر، كلنا بنكتب الشعر وإحنا صغيرين. يعني أنا أذكر أول قصيدة نشرت لي كانت في جريدة اسمها صوت سوهاج، كان عندي 12 سنة، وكان طبعا قصيدة ضعيفة يعني، لكن من صغرك وانت معروف ان انت ابن النظرة وابن الحاج كامل، لان انا والدي ووالدتي الاثنين من رجال التربية والتعليم المعروفين في سوهاج. سوهاج دي بلد عندنا في الصعيد. وبص بقى، ركز في الحتة دي كويس جدا عشان لما تتجوز تربي عيالك على كده، وعشان كلنا كل أهلنا العرب مش الجزائر بس، أنا عارف إن قناة النهار بتتشاف بره الجزائر كمان، ربوا عيالكوا على إنهم شطار. قل لابنك أنت شاطر، امدحه، ما تقولش تقول له أنت فاشل وأنت مش عارف إيه، ما تذكرلهوش الحاجات الوحشة، اذكرله الحاجات الكويسة اللي فيه. هشام الجخ لو لم يقل له منذ صغره ان انت شاطر وان انت شاعر كويس وان انت متميز في النحو وان انت متميز، لو لم يقل هذا الكلام لهشام ما كان اصبح الشخص اللي قاعد النهاردة امام الكاميرا. فانت اتمدحت من صغرك، فطلعت بتحب وبتحجج ذاتك في الشيء اللي اتجلك عليه زمان ان انت شاطر فيه. فانت ابتديت انت، انا اول قصيده نشرت كان عندي 12 سنه، لكن طيله فتره بقائي في الصعيد، خلينا يعني ننتقد ذاتنا مش عيب، ان الاعلام في الاقاليم مش في مصر بس، متهيألي حتى هنا كمان، اللي عايز يشتهر واللي عايز يتشاف واللي عايز يبقى نجم لازم ينزل العاصمة. طول ما هو في إقليم من الأقاليم هو مش متشاف. يا رب يتغير ده، يا رب يتغير ده، إن يبقى في فرصة لمبدعي الأقاليم، لأن الأقاليم مليانة يا ياسر، مليان. احنا من الاقاليم يا اخي، انت من الاقاليم، لكن لولا مجيئك العاصمه ما كنت بقيت ياسر. صح؟ صح. نعم. طيب استاذ هشام، الساحه الثقافيه او الساحه الشعريه فقدت شاعرين عظيمين، شاعرين منتفضين دافعا عن قضيه العرب، عن قضيه فلسطين، الاول محمود درويش رحمه الله عليه، والثاني الشاعر سميح قاسم والذي رحل وغادرنا قبل أسابيع قليلة. الكثير يقولون ربما أستاذ هشام الجخ يرغب أو يطمح في تعويض هذين الشاعرين على الساحة لأنها تشهد فراغ. احنا فين والأسامي دي فين يا عم ياسر؟ ربنا يسمع منك يا رب، يا رب أكون جزء، أكون 1% 2% من الأستاذ محمود درويش رحمة الله عليه، من الأستاذ سميق. لكن خليني اقول لك ان انا لما نزلت رام الله، طبعا انا كان الحلم الاول اني اروح اصلي في المسجد الاقصى، والحمد لله رحت صليت، لكن ما فاتنيش ابدا اني انا اروح اقرا الفاتحه لضريح الشهيد ياسر عرفات. رحت قريت له الفاتحه، ورحت زرت متحف استاذنا محمود درويش، وجبت تيشيرت من هناك مكتوب عليه قصايد درويش، قصيدة يعني مش قصايد، كانت قصيدة الأرض. الناس دي قيمة يا ياسر،
إن كان هشام هيبقى امتداد ليهم فده فخر وشرف لكل شاعر عربي. إن كان هشام حظى بشهرة وحظى بسمعة، عايز أقول لك إن في غير هشام كمان من الجيل بتاعنا الحالي في مصر وفي الجزائر وفي كل دول العالم العربي يتمنوا إن هم يكونوا امتداد للأسماء العظيمة. وعلى فكرة ومش درويش ومش سميح بس، ده العالم العربي مكتظ، لأن قضية فلسطين غصب عن أي حد هي الخط الدفاعي الأول وهي القضية الأم الأولى. ومهما حاولت الفتن إن هي تشغلنا في أمورنا الداخلية وتشغلنا في أحداثنا الداخلية، لكن هتفضل فلسطين هي قضية العالم العربي الأول. جميل. طيب أستاذ هشام، ممكن ندخل شوية في الأمور السياسية ونحول الحوار من يعني إلى أمر آخر، ولكن باختصار شديد حتى نمر لمواضيع ومحاور أخرى. أستاذ هشام، حدثنا باختصار شديد عن دخولك للسجن وكيف كان ذلك ولماذا باختصار شديد. لا دخولي للسجن لا، يعني كلمة إن هشام اتسجن دي كلمة تقيلة. أنا اتقبض علي أيام أمن الدولة، أيام حسني مبارك، ثلاث مرات، أطول مرة فيهم كانت 6 أيام. يعني لا، كان أياميها أحداث الزلزال، معرفش أنتوا سمعتوا عن الزلزال اللي كان في مصر، كان سنة 92، أنا كنت لسه عيل في ثانوي، وكان في أحداث ومظاهرات، وأحنا كشعوب عربية برضو لسه يعني كان ما عندناش ثقافة التظاهر، فكان الشباب بيتظاهر بيكسر المترو بيعمل مش عارف ايه، كان لسه برضو عندنا الوعي التعبيري، وعي جاهل، وان كان جاهل فانا مش حلوم على الشعب، انا حلوم على الحكام اللي ما علموش الشعب بتاعهم يصور ازاي ويتكلم ازاي ويعبر ازاي. فهو برضو خطأ مشترك ما بين الشعب وما بين الحكام، والحكام اكثر واللوم على الحكام اكثر. في هذه المره يعني كنت مع اصدقائي الغاضبين اللي بيوتهم وجعت من الزلزال وخرجوا للتعبير، كان ايام حسني مبارك، كان 92، واتمسكنا. طيب ما دام قلت حسني مبارك، يعني خليني اطرح لك سؤال صريح نوعا ما، بين حكم مبارك، حكم السيسي، وحكم حكم مرسي ثم حكم السيسي، أيهم الأنسب لمصر ومن تفضل؟ بص يا ياسر، لو طرح علي هذا السؤال في مصر لاستفضت وأجبت باستفاضة. هشام الجخ تاريخه معروف مع حسني مبارك، مع أيام فترة المجلس العسكري، مع أيام محمد مرسي، مع أيام السيسي، مع أيام يعني هشام تاريخه معروف. لكن بره مصر في أدب، لما تبقى بره بلدك الراجل اللي ينتقد وهو داخل البلد، لكن يطلع بره، ما اقصدش ان الجزائر بره، احنا خلاص متفقين ان العالم العربي كله وحدة، لكن سميها تقسيم لفظي. ما دمت خارج مصر، معلش يا ياسر، ما دمت خارج مصر لا تتحدث ولا تنتقد سياسة بلدك إلا وانت جوا بلدك. ارجع لفيديوهات هشام، وارجع للبرامج بتاعت هشام، وشوف هشام بيقول ايه في ده وفي ده وفي ده، وهو حاكم قصيدة أنا إخوان اللي انتقدت فيها محمد مرسي كحاكم، أنا ماليش علاقة بيه كشخص، ممكن يكون هو راجل صالح وراجل محترم، لكني أنا بتعامل في هذا البرنامج مع ياسر على إنه مذيع، وبتعامل في فترة محمد مرسي أو غيره على إنه رئيس. فأنا انتقدت محمد مرسي وهو رئيس، وبعد 30/6 لما محمد مرسي مشي أنا ما قلتش قصيدة أنا إخوان تاني. طيب في هذه النقطة بالذات، البعض يقول أنه ما دمتم تؤمنون بفكرة ومشروع ورسالة الوطن العربي الواحد دون تأشيرة، يعني لماذا إذن ترفضون التحدث عن مصر خارج الأراضي المصرية؟ لا، ما هو أنت بص، احنا ما نحطش العربية قبل الحصان، احنا نحط الحصان قبل العربية.
هو احنا حاليا بلد واحده؟ احنا نتمنى والشعوب تتمنى ان احنا نبقى بلد واحده، لكن الحقيقه ايه؟ ان احنا ما زلنا هناك تاشيره اني انا وانا جاي الجزائر رحت سفاره الجزائر استخرجت تاشيره. فانت مش عشان انت بتتمنى الغاء التاشيرات تبتدي تتعامل مع الوضع على ان التاشيرات تم الغاؤها فعلا، لا هي ما تمش الغاؤها، والحقيقه ان انت في الجزائر بالباسبور مش بالبطاقه، اذا انت خارج مصر. اذا الواقع ان انت خارج مصر، وما دمت خارج مصر ليس بص بالبلدي كده مش مرجلة مش جدعنة. الراجل الجدع اللي ينتقد جوه بلده مش بره بلده. نحترم مبادئك يا أستاذ هشام وقراراتك وكل ما تقوله. أصلا أنا مش هتكلم حلو، يعني أنا مشكلتي أني مش هقول حاجة حلوة، فخلينا نقول نخرج شوي على إطار الحوار. ممكن يعني حتى يكون الحصة أو الحوار لقاء، يكون لقاء منوع، بعض الكلام بعض النكت وبعض حتى ما بلاش النكت دي عشان صحرة المال. طيب أستاذ هشام، أنت نظمت قصائد في السياسة في الوطن وفي حتى الحب والغيرة والعطف وإلى غيره. أي شاعر مش نريد أن نسمع الآن منك في الجزء الأول من هذا الحوار مقطع أو جزء أو قصيدة في هذا الإطار، فتفضل قل ما تشاء. اللي هو أنه إطار، هو قال لي كل أنت قلت لي كل الأطر. ابدأ باللي أنت عايز، يعني حبيب. سياسة حبيب. أو أي شيء كما تريد. بص يا ياسر، لو حنقول شعر، الشعر على فكرة الشعر، أنا بكلم أهلنا في الجزائر وفي العالم العربي، لأن أنا عارف أن القناة متشافة كمان بره. الشعر على المسرح ليه طعم تاني، عينين الناس وهي بتلمع يا ياسر بيبقى ليها شكل تاني. لكن احنا هنقول شعر، ولو ان الشعر في مخاطبة الكاميرا بيبقى يعني، فاحنا هننسى الكاميرا، يعني انا هتعامل مع الموضوع كأني بكلمك انت. خاطبني انا. بص يا عم ياسر، كانت بنت مدلعة، عندكم مدلعة دي؟ نعم دلع يعني من الدلع. نعم. كانت بنت مدلعة شوية وكانت بتتعامل مع الغيرة، الرجل اللي يغير يعني كأنها حاجة وحشة. أنا أنت بتغير يا هشام؟ فأيوة بغير، أيوة بغير، لا أنا نقصان ولا ضعفان ولا مسطول ولا سكران ولا زايغ من عين الضي ولا حد أحسن مني في شيء، بس بغير. واللي قالوا لك غيرة الراجل قلة ثقة أو قلة فهم، خلق حمير. غيرة الراجل نار في مراجل، نار بتنور ما بتحرقش، واحنا صعايده بنستحملش، شمسنا حاميه وعرقنا حامي وطبعنا حامي، واللي تخلي صعيدي يحبها يبقى يغلبها. اصلنا ناس على كد الطيبه، اصلنا ناس على كد الطيبه، كلنا هيبه، والنسوان في بلادنا جواهر. طب لو عندك حتة ماس هتخليها مداس للناس، ولا هتكفي لأوضة عليها بميت ترباس، يمكن حتى تأجر ليها جوزين حراس. يبقى أنا لنا غافل ولا جاهل، كل الفرق ما بيني وبينك إني صعيدي ينعل أبدا اليوم اللي كحل، اللي لا ليه آخر ولا أول، اللي طلعت لقيتني صعيدي. لو كان بيدي كنت أعمل لك هندي بريش، كنت أعمل لك هندي بريش، وأقلب شعري كريش كرابيش، وألبس لك سلسلة متدلدلة خرزة وقلب. بس إزاي ألبس لك سلسلة وأنا كلب؟ ثم العبرة ما هيش في اللبس، أصل المشكلة مش في اللبس، أصل المشكلة عندك، أصل المشكلة عندك عنادك، أصل المشكلة عندك. قلت حسيبها بكرة تحس، بعده تحس، ده أنا لو جبس كنت زعكت، ماشي صداقة وماشي زمالة، بس ما جتش على الرجالة، ما هي نسوان الدنيا كتير. وأنا ما بقولش تخاصمي الناس ولا تتحجبي عن الرجالة ولا تعتكفي وتسكني دير، بس يا ريت حب التقدير اني بحبك
واني بريدك واني زرعت حياتي في ايدك واني غزلت بنات الدنيا عجود على جيدك واني تعبت من التفكير واني بغي. الله الله. شكرا استاذ هشام على هذه القصيده المعروفه بعنوان ايوه بغير. نتوقف لفاصل قصير ثم نعود لكم الحوار استاذ هشام. مشاهدينا فاصل قصير ولنا عوده فابقوا معنا. وسهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذا الحوار الخاص والذي نسعد فيه باستضافه الشاعر المصري هشام الجخ ضيف الجزائر وضيف قناه النهار. استاذ هشام توقفنا عند قصيده ايوه بغير، الان ننتقل الى موضوع اخر في هذا الحوار عشان يكون حوارنا متنوع. يعني بمجيئك الى الجزائر واكب مجيئك حمله من بعض الاطراف، بعضها صحفيه وبعضها على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني تتهمك هذه الحمله بسرقه ادبيه. نحن يعني بصراحه لم نفهم سبب هذه الحمله، هل هناك امور مخفيه على المشاهد وعلى الراي العام؟ تفضل. بص، اولا خلينا بس نشرح الاول القضيه وبعد كده نتكلم هي ليه بتصار في الوقت الحالي. اولا القضيه دي من 2010 او 2011 حاجه كده يعني. وكانت كنت في كل حفلاتي انا بحب اعمل في البدايه جزء من التراث بتاعنا، التراث بتاعنا الشعري، بس التراث بتاعنا الشعري مش بيتقال شعر، بيتغنى كويس، زي مربعات ابن عروس بتاعه الصعيد، زي نعناع الجنينه برضو تربيعات، زي الشغل بتاع السمسميه اللي بيتغنى، مش عارف انا بتكلم على حاجات يمكن اهل الجزائر مش عارفينها، لكن هي في التراث نهايه هي التراث، تتغنى بالربابه، تتغنى بالمزمار، تتغنى بالسمسميه، تتغنى بايا كان. عملنا مربعات الصعيد، عملنا نعناع الجنينة، عملنا السمسمية، عملنا الحجالة، عملنا ايه تاني، عملنا التنورة. التنورة تراث مصري تركي لكنه تم تمصيره، عملناه. وعملنا كمان في الحفلة الأخيرة، لأن كان الضرب في غزة، كانت الحفلة 19 رمضان 21 رمضان، عملنا كان ساعتها غزة بتضرب، رحت جايب شباب فلسطيني وعملنا أغاني المقاومة، أغاني التراث المقاومة بتاعت فلسطين، وعملناها على المسرح. ده بيبقى ربع ساعة تلت ساعة في بداية الحفلة، وبعد كده بدخل أنا الحفلة بتاعت الشعر. من ضمن حفلاتي عملت المربعات بتاعت الصعيد، مربعات الصعيد دي حاجات بتتغنى عندينا في الافراح وبتتغنى في الليالي، ويا بت جملك هبشني والهبشه جت في العباية، رمان خدودك دوشني خلى فطوري عشاي، ده كلام احنا بنغنيه. في شاعر اسمه الاستاذ عبد الستار سليم، هذا الشاعر الاستاذ الكبير جمع هذا التراث المصري في كتاب اسمه واو عبد الستار سليم. واو احنا بنسمي اللون ده من الفنون واو، فهو جمعه وسماه واو عبد الستار سليم، وقال في كتابه، يعني هو نفسه قال في الكتاب بتاعه خمس مرات قال ان هو جمع هذا بألفاظ ثانيه، يعني بعد ان اجهدت نفسي في جمعه، بعد ان قضيت وقتا طويلا في جمعه، يعني قال هو بلسانه انه جمعه. هو انت معنى ان انت جمعت التراث يبقى انا مش من حقي اني انا اشتغل عليه ما دمت قد نسبته للتراث؟ هو انا لما اشتغل بيه حفله وانا جايب ربابه وجايب، مش انا اللي بقول اصلا ده احنا معانا ناس بتغني، انا بقول وهم يغنوا، انا بقول وهم يغنوا عشان يتسمع هنا ويتسمع شعر. ما احنا الرساله بتاعتنا اصلا احنا عايزين بيني وبينك كده، بيني وبينكم اهل الجزائر، احنا عايزين نشد السجاده من تحت الغنى ونحطها فين؟ في الشعر. فالتراث ده بيتغنى اصلا، فانا اقوله شعر، فالناس تبتدي تسمعه ايه؟ شعر. كويس؟ وفي نفس الوقت يتغنى. طيب انا 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 اولا لم اجمع هذه المربعات من كتابه، اقسم بالله. انا المربعات اللي اشتغلت عليها، اقسم بالله، انا المربعات اللي اشتغلت عليها مما احفظ ومما يحفظ اصدقائي، لان كان معانا محمود وحيد، وكان يعني كان معانا ناس ثانيه. جمعنا اللي حافظينه وعملنا بيه الحفلة. هشام الجخ نور
نور وبيجي شاعر كبير وبيجي. فعم عبد الستار مع كل أدبي يعني، لأن هو رفع هذه القضية اللي اترفعت عليا، هو رفعها على الأستاذ مصطفى كامل برضو، ده شاعر مصري معروف عندنا. نعم. والأستاذ مصطفى كامل كسب القضية برضو ورفعها عليا، وأنا كسبت القضية. أنا اديتكم صورة الحكم ومشيرها على الفيس عندي، أنا الفيس عندي فيه 4 مليون، ال4 مليون دول شافوا هذا الحكم، حكم المحكمة ببراءة هشام الجخ. كويس. لكن هو أنت يا ياسر، أنا لو عايز أدايجك أنا مش هعرف أدايجك، أنا هعرف ألجالك أي سكة أي مدخل، أقول عليك حرامي، أقول عليك أي حاجة. هو قناة النهار مش في قنوات أخرى بتنافسها؟ طيب قناة النهار جايبة هشام الجخ اللي محدش عارف يجيبه، طب هما حيتسابوا، ما لازم أدخلك. بس يعيب على المنافسة إنها تبقى كده. مش معنى إن حضرتك كلمتني عشان أعمل معك حوار، خلاص بقى خلينا صراحة بقى. نعم. مش معنى إن حضرتك كلمتني عشان أعمل معك حوار، وأنا قلت لحضرتك إن أنا ملتزم بالعقد بتاعي مع قناة النهار، وإني ما أقدرش أعمل معك حوار خاص، فتروح أنت لافف وتشوه صورة هشام، عيب. لا، هشام الجخ يقول أشعاره ولا يقول أشعار غيره، وكل القضية اللي حصلانا ديا أولا قديمة، فيعيب إن احنا نتكلم فيها دلوقتي. إيه اللي فكرك؟ الموضوع قديم، الموضوع المحكمة حسمته. مش في جلسة أخرى يعني في سبتمبر حسب بعض الإشاعات؟ في بقى طعن واستئناف. بس براءة، حكم براءة، الحكم البراءة أنا نشره، لكن الأحكام بيبقى حكم بعد كده أنت بتطعن، بعد كده بتستأنف، بعد كده بتنقض، بعد كده مفهوم القضية يعني لسه. لكن في سابقة مع نفس هذا الشخص، مع الأستاذ مصطفى كامل في بيت، في مربع من المربعات اللي بيتهمني فيها، والأستاذ مصطفى كامل خد حكم نهائي، والكلام ده في التسعينات يعني، مش من واضح إن جميل. طيب أستاذ هشام، نبقى في اللغة والشعر والمربعات وغيرها، أنتم أسلوبكم يعني في القصيد يعتمد على اللغة العامية. على فكرة يا جماعة ياسر، وإحنا قاعدين مش بيتكلم كده، أنتم أسلوبكم في تحس إن هو مذيع أخبار، إيه يا سور؟ طيب أستاذ هشام. أيوة يا بص، أنا بياسر أهو، رجع ياسر أهو. البعض من اللغويين يعني ينتقدون الأسلوب ويقولون أنه استعمال العامية في القصائد وفي الأشعار يعتبر ويعد خطر على الفصيح وعلى الفصحى. طبعا نقد، تعليقكم. نقد محترم ونقد يسمع اليه. وهو انت عايز تبقى، اعلامي من غير كبار الاعلاميين ما ينتقدوك؟ ما هو لازم يبقى فيه نقد ويبقى فيه بتاع. طبعا احترم وجهة النظر الحريصة والحذرة واللي خايفة على الفصحى ان هي تدمج مع العامية، وجهة نظر قوية جدا جدا. لكن وجهة النظر الاخرى بقى، يعني دي وجهة نظر النقاد اللي نحترمها ونحبها ونتعامل معها. تعال بقى على مستوى تاني، هو احنا برضو محتاجين ان احنا نجرب الشعر من الناس بتنفر من الشعر وبتتعامل مع الشعر على انه لغه صعبه ولغه عنيفه، ومدحشر بالقحطلين تحشرمت شرفته فخر كالكعكع طول. الناس فاهمه الشعر كده. فاحنا كل اللي عملناه ان احنا بس بنحاول نضفر العاميه عشان نحبب المساله، نجرب المساله. لكن في مقاطع الفصحى نحن ملتزمون بأدوات الفصحى. كونك ان انت تختار لفظ سهل عشان يوصل للمتلقي حاجة، وكونك تخرج عن قواعد الشعر حاجة تانية. لحظة واحدة، هي المراية، المرآة، عارفين المرآة؟ المرآة في امرؤ القيس كان بيقول مصقول عوارضها
كالسجنجلي. هو انت عايزني النهارده اطلع اقول على المرايه السجنجل؟ لازم ان انت برضو تراعي المتلقي تطورك وتراعي الناس هتستقبلك ازاي. استاذ هشام، اليس يعني الاعتماد الشاعر في غالبيه قصائده، في يعني 90% مما يقول او 80% على العاميه، يدل على ضعفه في الفصحى؟ يا حبيبي انا شاعر عاميه، انا شاعر عاميه، انا بدخل الفصحى للناس علشان يسمعوا فصحى. ممكن تندثر الفصحى مع الوقت استاذ هشام؟ لا لا لا، عمر الفصحى ما تندثر، لكن اللي ممكن تندثر شعبيه الفصحى. فانت عشان ترفع شعبيتها تاني، ما هو هشام الجخ لو ما جالش ايوه بغير و24 شارع الحجاز والقصايد اللي دمها خفيف مش هيتسمع وهو بيقول الجدول، لان الجدول عنيفه وتقيله وشعر عمودي وشعر فصيح. فانت كل الفكره بس ان انت تدخله المساله ازاي، يعني وصلوا الفكرة. هو ايه اللي بيخلي شركه دعايه واعلان كبيره بتاعت جبنه عندكم الجبنه، نعم. جبنه تروح جايبه لعيب كوره تخليه يعمل الاعلان، ايه علاقه لعيب الكوره بالجبنه؟ هو بيجيب لعيب الكوره المحبوب عشان يدي السلعه بتاعت الجبنه. فاحنا برضو بنجرب، يعني طبعا الامثله، نعم. مش موزونه، مش متطابقه يعني، لكن احنا بنحط العاميه اللي الناس بتستصيغها وبتحبها ودمها خفيف وبيبتسموا لها وبيندفعوا نحوها وبيدفعوا فلوس عشان يدخلوا يحضروا الحفله، ونروح في النص كده مدي لهم ايه، حته فصحى عشان نحافظ على الفصحى. طيب، يبقى الرساله ان انت بتحافظ على الفصحى مش بتدمرها. طيب استاذ هشام، منذ القدم يعني الشعراء يوثقون اشعارهم وقصائدهم في دواوين، انتم اليوم توثقون اشعاركم في تسجيلات صوتيه، في فيديوهات، ولا يوجد دواوين، لماذا ترفضون كتابه ديوان خاص بشعركم؟ هل الفيديوهات والتسجيلات الصوتيه كافيه حتى تحفظ لكم اشعاركم؟ والله انا هسأل حضرتك خطبة واصل ابن عطاء، خطبة واصل ابن عطاء الذي تجنب حرف الراء، عارفين طبعا واصل ابن عطاء والمعتزلة، كيف وثقت هذه الخطبة وكيف وثقت خطبة أنور السادات في الكنيسة؟ ده توثق ازاي وده توثق ازاي؟ ده توثق من خلال الكتب والمخطوطات القديمة، ودي توثقت من خلال الفيديو ولكن الأحفظ هو يعني الكتابة، حتى القرآن يعني ما هي مكتوبة، حتى القرآن في السابق خوفا من نسيان تم كتابته، يعني تمام يعني محفوظ في القلوب. ولو وجد النت، أي الانترنت، أيام سيدنا عثمان لكان وثق القرآن الكريم من خلال النت برضو. وبعد كده طب ما تدخل عندي الموقع الرسمي بتاعي www.aljakh.com، ادخل السايت هتلقى القصايد مكتوبه، هتلقى القصايد فيديوهات. لا، هناك حتى الشعراء يعني من العصر الحديث وكان متطور التكنولوجيا وهم يعملون على الدواوين، لماذا يخشى الاستاذ هشام من الديوان، او لماذا لا يفضل الديوان؟ اولا الدواوين يا ياسر كتير، اصل انت هتعمل ديوان علشان تمضي عليه وتوزعه على اصحابك. ما انا كل اصحابي عاملين دواوين، ده في اصحاب ليا عاملين 8 و9 دواوين. انت لو جيت مصر تروح لاي دار نشر، دور النشر في مصر كتيره جدا، تروح هتدفع له 2000 جنيه، ده يعني يعمل لها كام؟ يعمل لها في حدود $300. تروح تدفع $300 تعمل ديوانك وانت واقف، بس مين اللي هيشتريه؟ يعني هي المقرب والهدف من الديوان ان انت تعمله وتوزعه على اصحابك، ولا ان انت توصل للناس؟ طب انا وصلت للناس، ده انا في 3 دور نشر رافعين عليهم قضايا في مصر طبعوا الديوان بتاعي من غير اذني، يعني عاملين لي دواوين من غير اذني. الهدف مش ان انت تعمل ديوان علشان تكسب فلوس وبتاع، لا، انا بكسب فلوس من غير الديوان، انا مش محتاج اعمل ديوان علشان اكسب فلوس. طب الهدف منه ايه؟ التوثيق
التوثيق والتاريخ سعادتك ادخل النت على الموقع بتاعي. هي الناس بتقعد على النت اكتر ولا بتقعد تجرى اكتر؟ كمجتمع عربي خلينا صراحه، نعم الناس بتدخل اكتر طبعا. طيب يبقى انت تعمل لهم ديوان علشان هم قاعدين على النت؟ لا، ادخل لهم على النت علشان تتشاف. نعم. طيب استاذ، الموقع بتاعي بمثابه الديوان بفيديوهات، يعني الكتروني يعني. طيب. ديوان الكتروني باسمي. طيب استاذ هشام، نظمتم عديد القصائد على الوطن العربي التي كان اشهرها ربما قصيده التاشيره. الكثير يتساءل، والذين سمعوك في برنامج امير الشعراء سمعوا قصيده التاشيره وسمعوا فيها اسماء الدول العربيه، وللاسف لم يسمعوا في ذلك البرنامج اسم الجزائر في القصيده. هل انه لما تقولوا المغرب العربي يعني يغني عن الجزائر، او ما محل الجزائر؟ لا، الجزائر موجوده. ما محل الجزائر من اشعاركم استاذ هشام؟ اولا الجزائر كمعنى، معنى الجزائر المشاعل، معنى الجزائر لغويا ما ينفعش يتساب. يعني ده معنى حتى لو لم تذكره اسما، لو ما كنتش تقصد اسم الجزائر، فانت معنى الجزائر هو في وجدان العرب معنى المشاعل ومعنى جذوة النار دي. ده معنى موجود. لكن احكي لك على التأشيرة. اولا التأشيرة مكتوبة قبل البتاع ولا حاجة، لان كانت المسابقة وكنا بنكتب على طول، يعني كنا بنكتب اب تو ديت، يعني كنا بنكتب باستمرار، لان انت مطلوب منك حاجات جديده ومطلوب منك في كل حلقه قصيده جديده. وكنا بنسلم على ما اذكر. هو انا على فكره انا ماضي مع الـ مع الـ مع الـ الناس هناك، اني ما اتكلمش على كواليس بتاع المسابقه يعني. لكن يعني كنا بنسلم اظن يوم الاثنين، كنا بنسلم القصيده وكنا بنطلع هوا اونير. نعم. عندكم هوا دي عارفينها؟ مباشر. كنا بنطلع مباشر يوم الاربعاء. نعم. يومين الأربع. من تسليم بعد يومين من تسليم القصيده. فانا عملت القصيده تقريبا لحد السبت حاجه كده يعني، وسلمت القصيدة. فأنا ما كنتش لسه لحقت أحفظ. وبعد كده كانت الحلقة دي يا ياسر أول حلقة على الهواء. ارجع للفيديو وشوفني أول ما قعدت قلت التأشيرة ورحت ساكت. أنا نسيت. أولا المنظر قصادك مهيب، عدد كبير جدا جدا، لجنة تحكيم طبعا على أعلى مستوى، جايبين أساتذة النقد العربي في الجزائر وفي الإمارات وفي مصر. يعني الدكتور عبد الملك مرتضى عبد الملك، لا عبد عبد الملك مرتضى، الدكتور صلاح فضل، الدكتور علي التميمي، الناس دي أسامي مرعبة. دكتور صلاح فضل ده احنا كنا نشوفه في الجامعة، هو جامعة عين شمس، كنا نشوفه نجري نتدارى صلاح فضل. فانت قاعد امام الناس دي. انا نسيت، انا في مطلع القصيده انا بقول ولا حاجه. وعلى فكره انا نسيت وعلى فكره بقى، وده سر كده بيني وبين اهل الجزائر، يعني انا قلت حاجات ما كانتش في القصيده، يعني ما كانتش متسلمه للجنه. يعني كانت ارتجال استاذ هشام؟ لا مش ارتجال. مش ارتجال، القصيدة متسلمة، بس كان في أبيات يعني، مش كام جملة كده. طيب في الجزائر ماذا قلت؟ كان في مقطع الجزائر، سنشعل من جزائرنا مشاعل ما لها وهن، إذا صنعاء تشكونا فكل بلادنا يمن. يعني نسيتها من المقطع دي. دي ونسيت الجزائر ونسيت. طيب اليمن. طيب أستاذ هشام، الجمهور الجزائري وكل الجزائريين سمعوك عن طريق تلفزيون النهار طبعا بقصيدة التأشيرة بعد بثها عدة مرات على تلفزيون النهار. الآن الجمهور الجزائري في الجزائر يعرف هشام الجخ، بس قبل كان يعرف التأشيرة، ما يعرفش هشام الجخ. الحمد لله الآن تعرف عليكم في هذه الزيارة. وبعد أنا فخور إني أنا تعرفت على أهل الجزائر، وكذلك الفخر للجزائريين. الآن حابين نسمع التأشيرة في الجزائر. الله وبالجزائر دون أن تنسى البيت. تفضل.
التأشيرة أسبح باسمك الله وليس سواك أخشاه وأعلم أن لي قدرا سألقاه. غلطنا في حد؟ هنغلط دلوقتي. أسبح باسمك الله وليس سواك أخشاه وأعلم أن لي قدرا سألقاه. وقد علمت في صغري بأن عروبتي شرفي وناصيتي وعنواني. وكنا في مدارسنا نردد بعض ألحاني نغني بيننا، مثلا بلاد العرب أوطاني وكل العرب أخواني. مش كنتوا بتغنوها هنا دي؟ بلاد العرب أوطاني وكل العرب أخواني. وكنا نرسم العربية ممشوقا بهامته، له صدر يصد الريح إذ تعوي مهابا في عباءته. كنا محض أطفال تحركنا مشاعرنا ونسرح في الحكايات التي تروي بطولتنا، وأن بلادنا تمتد من أقصى إلى أقصى، وأن حروبنا كانت لأجل المسجد الأقصى، وأن عدونا صهيون شيطان له زيل، وأن جيوش أمتنا لها فعل كما السيل. سأبحر عندما أكبر أمر بشاطئ البحرين في ليبيا، وأجني التمر من بغداد في سوريا، أسافر من موريتانيا إلى السودان، وأعبر عبر مقديشيو إلى لبنان، وكنت أخبئ الأشعار في قلبي ووجداني. بلاد العرب أوطاني وكل العرب أخواني. بلاد العرب أوطاني وكل العرب أخواني. بلاد العرب أوطاني وكل العرب أخواني. وحين كبرت، لم أحصل على تأشيرة للبحر، لم أبحر، وأوقفني جواز غير مختوم على الشباك، لم أعبر. حين كبرت لم أعبر ولم أبحر، كبرت أنا وهذا الطفل لم يكبر. تقاتلنا طفولتنا، تعذبنا طفولتنا، وأفكار تعلمنا مبادئها على يدكم أيا حكام أمتنا. تعذبنا طفولتنا وأفكار تعلمنا مبادئها على يدكم أيا حكام أمتنا. ألستم من نشأنا في مدارسكم؟ تعلمنا مناهجكم. ألستم من تعلمنا على يدكم بأن الثعلب المكار منتظر سيأكل نعجة الحمقى إذا للنوم ما خلدوا؟ أه؟ كان عنديكم ده وانتوا في ابتدائي؟ ألستم من تعلمنا على يدكم بأن الثعلب المكار منتظر سيأكل نعجة الحمقى إذا للنوم ما خلدوا؟ ألستم من تعلمنا على يدكم بأن العود محمي بحزمته ضعيف حين ينفرد؟ لماذا الفرقة الحمقاء تحكمنا؟ ألستم من تعلمنا على يدكم أن اعتصموا بحبل الله واتحدوا؟ لماذا تحجبون الشمس بالأعلام؟ تقاسمتم عروبتنا ودخلا بينكم صرنا كما الأنعام. سيبقى الطفل في صدري يعاديكم، تشتتنا على يدكم فتبت كل أيديكم. أنا العربي لا أخجل، ولدت بتونس الخضراء من أصل عماني، وعمري زاد عن 1000 وأمي لم تزل تحبل. أنا العربي، في بغداد لي نخل وفي السودان شرياني. أنا مصري موريتانيا وجيبوتي وعماني. مسيحي وسني وشيعي وكردي ودرزي وهئي ومئي. أنا لا أحفظ الأسماء والحكام، استرحل. تشتتنا على يدكم وكل الناس تتكتل. ملأتم فكرنا كذبا وتزويرا وتأليفا. أتجمعنا يد الله وتبعدنا يد الفيفا؟ هجرنا ديننا عمدا فعدنا الأوس والخزرج،
نولي جهلنا فينا وننتظر الغبا مخرج. سيبقى الطفل في صدري يعاديكم يقاضيكم ويعلن شعبنا العربي متحدا. فلا السودان منقسم ولا الجولان محتل ولا لبنان منكسر يداوي الجرح منفردا. سيخرج من عباءتكم رعاها الله للجمهور متقدا. سنشعل من جزائرنا مشاعل ما لها وهن إذا صنعاء تشكونا فكل بلادنا يمن. سيجمع لؤلؤات خليجنا العربي في السودان يزرعها فينبت حبها في المغرب العربي عربي. قمحا يعصرون الناس زيتا في فلسطين الأبية يشربون الأهل في الصومال أبدا. سيخرج من عباءتكم رعاها الله للجمهور متقدا. هو الجمهور لا أنتم، هو الحكام لا أنتم. أتسمعني جحافلكم؟ أتسمعني دواوين المعاقل في حكومتكم؟ هو الحكام لا أنتم ولا أخشى لكم أحدا. هو الإسلام لا أنتم، فكفوا عن تجارتكم وإلا صار مرتدا. وخافوا إن هذا الشعب حمال، وإن النوق إن صرمت فلم تجدوا لها لبنا ولم تجدوا لها ولدا. أنا باق وشرعي في الهوى باقي. سقينا الذل أوعية، سقينا الجهل أدعية، مللنا السقي والساقي. أحذركم سنبقى رغم فتنتكم، فهذا الشعب موصول. حبائلكم وإن ضعفت فحبل الله مفتول. سأكبر تاركا للطفل فرشاتي وألواني، ويبقى يرسم العربية ممشوقا بهامته، ويبقى صوت ألحاني بلاد العرب أوطاني وكل العرب أخواني. الله الله يا أستاذ هشام، صدقني يعني صراحة هذه القصيدة قصيدة تأشيرة لما تلقيها مفيش ولا جزائري يسمحها منك ولا عربي يسمحها منك إلا وشعور غريب ينتاب السامع، وهو شعور الوحدة العربية، شعور القومية، شعور الوطن العربي. جاية إن شاء الله إن شاء الله. جاية أستاذ هشام، نستسمحك في فاصل قصير نعود بعدها. مشاهدينا فاصل قصير ولنا عودة في آخر جزء من هذا الحوار الخاص، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد مع هويس الشاعر العربي هشام الجخ في هذا الجزء الأخير من الحوار الخاص. أستاذ هشام، يعني لو كان الأمر بيدي ما كان كلام بعد التأشيرة، يعني حتى نكون صريحين مع المشاهدين، بس الجزء الأخير حنتحدث عن العالم العربي وما يحدث فيه من بين قوسين مصائب، إن لم نقل يعني مشاكل وأزمات. نبدأ بقضية العرب وهي قضية فلسطينية. غزة وعلى مدار أكثر من 50 يوم عاشت عدوانا غاشما من الاحتلال الصهيوني. كيف ترى الموقف العربي الرسمي؟ تفضل. أنا شاعر، أنت رجل إعلامي. السياسة لها أهلها، لكن احنا من حقنا أن احنا نتكلم، ومن حقنا أن احنا نقول، ومن حقنا أن احنا نشرح آرائنا. هشام الجخ مع غزة له تاريخ. أنا رحت غزة ورحنا غزة في 2012، كان بعد الضرب بتقريبا 10 أيام أو أسبوعين حاجة كده. غزة البلد الوحيدة اللي عملت فيها في حدود 5 حفلات. كنت عيان، كنت بموت، مش عيان، كنا في الشتاء، وعملت هناك 5 حفلات، منهم حفلة في الشارع. علاقة هشام بغزة علاقة معروفة، وتاريخه من التسعينات، من آخر محرفة في التوراة، ومن 3 خرفان. لكن أنا يعني خليني أكلمك بشكل صريح. أنا شايف الإعلام العربي بيقول غزة انتصرت، غزة انتصرت، غزة انتصرت، غزة انتصرت، غزة انتصرت،
وغزة صمدت ولم تخضع للقصف ولم تخضع للعدوان ولم تخضع، والجيش الإسرائيلي ما عرفش يعمل حاجة، ودخل الاجتياح بري وخد علقة سخنة ورجع واتخطف منه حاجة وعشرين واحد وما عرفوش يعملوا حاجة. لكن خليني معلش اتجرأ أنا، وأنا عارف إن مفيش في الإعلام العربي حد قال الكلام ده لأني أنا متابع الإعلام العربي، خلينا نتجرأ مرة بقى ونقول غزة انتصرت بس في 2000 شهيد وجعوا وفي 10,000 مصاب وفي 6 مليار دولار خسارة قطاع على ده على حسب الـ 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 الإعلام الرسمي، يعني 6 مليار دولار خسارة في قطاع الصيد وإلخ إلخ، وحرمان من الصيد لفترة 51 يوم، يمكن بيقولوا اليومين دول هيفتحوا تاني، وكمية مباني اتهدمت وكمية. هو احنا أهلنا في غزة دول رخاص عندنا كده؟ هو احنا من سنة 2012 كان فيه برضو نفس القصف ده؟ يمكن ما كانش بالفترة الزمنية دي، لكن هو احنا هنقعد كل سنتين ثلاثة نستنى القصف ونستنى العدوان ونستنى الضرب ونستنى التجويع ونستنى الحصار ونستنى انتصرت غزة احنا كده يعني خلاص خلصت قضية فلسطين؟ العرب كده حاسين ان هم عملوا اللي عليهم؟ انتصرت غزة بعد 51 يوم ضرب؟ هو انا عايز افهم يعني هو احنا ارواحنا ليه رخيصة كده؟ هو احنا مش لينا اخوات؟ مش لينا عيال؟ انا لما انا بنتي ماتت، بنتي عندها 3 أشهر ماتت، عيت وماتت، الاعلام المصري اتقلب وقصيدة هشام الجخ في نعي ابنته ومذيعات بقى بتعيط علشان بنتي عيت وماتت. امال الـ2000 طفل اللي ماتوا دول فين؟ ايه ده احنا فرحانين غزة انتصرت؟ غزة انتصرت وصمدت، وغزة هي الخط الدفاعي الاول لكل الشعوب العربية. الناس دي وقفت واحنا دعمناها، مصر دعمت والجزائر دعمت، انا في ودول كتير دعمت، انا في حل عن اني انا امدح مصر او امدح الجزائر. المجهودات باينه، واللي ضد واضح ان هو ضد، واللي مع واضح ان هو مع. بس سيبك بقى من السياسه خالص بقى، في ناس ماتت، في ناس بكميه كبيره ماتت. البيوت اللي وجعت دي يا اخي، ده الواحد لما بيوضي بشقته بيحط لها سيراميك، مش عارف عندكم سيراميك؟ بيحط سيراميك وبيدهن وبيعمل وبيجي له ضيف يوجع له ولا يوسخ له الحيطه بيزعل، وبيقول الحيطه وسخت وعايز ادهنها تاني. يا اخي في بيوت وجعت، يا اخي البيت ده في ناس بنته، بيتي وجع، بيتي وجع. هو عادي كده غزة انتصرت؟ لا يا جماعة، غزة صمدت، لكن احنا ما انتصرناش. لا مش عايزين نستنى سنتين تاني علشان يحصل تاني. بمجرد ما الناس تبتدي تفوق، الناس دي صمدة، الناس دي جعانة، يبتدوا يفوقوا يروح يحصل لهم عدوان تاني. ما هو كان لسه في 2012 صح؟ لازم العالم العربي يشم على دمه شوية، أنا آسف إني بقول التعبير ده، نشم على دمنا شوية. الحياة مش رخيصة كده، كلنا لينا أخوات، في 2000 أخ، في 2000 واحد زيك كان ممكن أخوك، خلاص راح أخوك أبوك، ربنا يحميك، ربنا يعافينا جميعا، لكن ما هم أهلنا برضو، ما هم أهلنا. أنا ضد المغالاة في الفرحة إن غزة انتصرت، أنا ما زلت مصر إن غزة صمدت، صمدت لأنهم رجالة
وانهم شعب صامد وهيصمدوا، وهم الخط الدفاعي الاول بتاعنا، وهم الحرب الحقيقيه اللي المفروض ان احنا نتحد معاهم فيها. لكن انا ضد الفرحه، يعني انا ضد اني اقعد فرحان واقول غزه انتصرت. في هذا القضيه، يعني قضيه بالذات الجزائر وخلال هذا العدوان لعبت دور رئيسي موازاة مع الدور المصري، مكالمات هاتفية بين الرئيسين بوتفليقة والرئيس السيسي، مساعدات جزائرية سواء إعلان مساعدة 25 مليون دولار ومساعدات ده أخرى. كله معلن ومعروف، وأكيد في حاجات تاني كمان احنا ما نعرفهاش، بقى شغل المخابرات اللي احنا ما نعرفوش. طيب أكيد طبعا. طيب أستاذ هشام، تعليقكم على الموقف الجزائري بالذات. الجزائر يا ياسر مش النهاردة بقى، الجزائر تاريخيا هي دولة قومية، هي دولة بتعتز بعروبتها. لو هنتكلم النهاردة على موقف الجزائر فلا، ده خلاص معلن معروف. يمكن اللي أهل الجزائر ما يعرفوهوش إن الجزائر بعتت طيارات في حرب أكتوبر لمصر. أنا مش عارف أنتوا عارفين الكلام ده أو لا، يمكن ما بعتوش طيارين، لكن احنا كان عندنا الطيارين، بس انتوا بعتوا، يعني انتوا كتر الف خيركم. يعني الجزائر تاريخيا هي مع اخواتها ومع وبتساند كل دولة عربية، مش غزة بس، مش مصر بس. بس انا برضو اصلا انا ضد اني اطلع في اعلام اجامله، رغم اني ببقى صادق والله. انا هقول رايي في الجزائر وانا في مصر، انا همدح ما شاهدته هنا وانا في مصر، علشان لا يقال ان هشام راح الجزائر بقى يطبل لهم ويجاملهم، لا. لكن انت بتتكلم على بلد سياستها واضحه وفكر شعبها واضح وانتمائها العروبي واضح. الجزائر مش محتاجه هشام الجخ يجي يدي رايه فيها. يعني استاذ هشام، باعتبار يعني مصر جاره ليبيا على غرار الجزائر، كيف تنظرون الى ما يحدث الان في ليبيا؟ أنظر لما يحدث في ليبيا الآن كما تنظر القيادة المصرية. بص بقى يا ياسر، خلينا صراحة، احنا اتعلمنا، احنا في مصر خدنا شوط طويل خدته فرنسا في تقريبا 60 سنة، احنا خدناه في تقريبا 4 سنين. احنا خلاص اتعلمنا ان في حاجة اسمها اختيار الأغلبية، وان في حاجة اسمها القيادة هي اللي بتتعامل مع ما تراه من مواقف. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني احنا دلوقتي قاعدين كويس، مين المخرج؟ تكفى، صح؟ ينفع انا اقول لتكفى لا معلش يا تكفى لا هات لي الكاميرا دي كده شويه وهاتني من هنا، يعني ينفع؟ ده شغله، ده عمله، هو المخرج. لكن انا ليا حق في ايه؟ لي حق في اني اجيبه او ما اجيبهوش، اختاره او ما اختارهوش. في فتره ضرب غزه كانت غزه بتعيش حرب حقيقيه جدا، وكانت في اصوات على الفيس وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تحس ان هي بتدير الحرب، لا احنا المفروض نعمل مش عارف ايه، لا احنا المفروض نعمل مش عارف ايه. يا جدعان ده حرب يعني ليها اهلها. اهل الحرب بالنسبه لمصر الجيش المصري هو اللي يعرف يفتح امتى المعبر، يقفل امتى المعبر، يتفاوض امتى، شغله ده احنا اتعلمناه بسرعه شويه. لو الاحداث اللي بتحصل دي كانت حصلت من قبل الثوره، قبل 25 يناير 2011، كان زمان الجامعات مقلوبه مظاهرات، وكان زمان الشوارع، لانهم اهلنا حقنا. لكن دلوقتي الناس فهمت ان يا جماعة دعما لكل في موقعه، دعما لكل في عمله. الجيش المصري يعي جيدا خطورة الموقف. الجيش المصري هو الشعب المصري، والشعب المصري متعاطف تماما 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 ومنتمي تماما لأهلنا في فلسطين بشكل كامل. وخلي بالك ان برضو في مساحة ترويج اعلامي كده لكلمة غزة، ان غزة غير الضفة، وان حماس غير فتح، وان مش اوعى من الكلام ده،
اوعى من دب الفتنه دي، زي ما بالظبط لعبوا لعبه ان مسجد قبه الصخره هو المسجد الاقصى. لا، مسجد قبه الصخره ده مسجد صغير، ده على هامش المسجد الاقصى. المسجد الاقصى هو المسجد الكبير. في ميديا بتلعب في دماغنا يا ياسر. يعني هل هذا نتاج لما يسمى بالربيع العربي والثورات؟ لا 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 لا، ما يحدث في ليبيا الآن هو نتاج لأطماع ذاتية وأطماع شخصية وغلغلة وتغرير بالشعب باسم الدين وباسم اسمعوا. يعني بصوا، أنا مش عايز أتكلم في حاجات أكبر من اللازم، لكن خلينا صراحة. يعني هو 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 أنا لو عايز واحد يموت، أنا لو عايز واحد يموت عشاني، أنا ما أقدرش أخليه يموت عشاني، لأن أنا مهما كنت في الآخر أنا إنسان. يعني يوم ما يحس إن هو بيتضرب ما يغور هشام يولع يعني. فلما أحبه يموت عشاني أعمل إيه؟ أدخله في الدين بقى، إن أنت تدخل الجنة لو حميت هشام. فساعتها مش هيبقى بيحمي هشام عشان هشام، يبقى بيحمي هشام عشان إيه؟ علشان الجنة. مع وجود تقصير في الخطاب الديني وتغييب في الخطاب الديني من قبل القيادات اللي كانت ماسكة ليبيا، حاليا اللعب على وتر الدين أسهل حاجة، وده مصر عانت منه والجزائر عانت منه أول دولة. الجزائر هنا عانت منه أول دولة، اللعب على وتر الدين. كان حسني مبارك، عشان بس نبقى صراحة، كان بيقاوم ده، لكن ما كانش عنده الشفافية الكافية انه يشرح ده. لما قامت الثورة الناس فهمت بقى. ما انا بقول لك اللي الدول عاشته في 50 60 سنة وتعلموا يعني ايه ديمقراسي ويعني ايه بقى نهدأ وندعم ونبني، احنا تعلمناه في ثلاث اربع سنين، احنا فهمنا اللعبة خلاص. طيب، موريتانيا معروفة انها بلد المليون شاعر، لم تزوروا موريتانيا من قبل، لماذا؟ نفس السبب اللي خلاني اول مرة اجي الجزائر. ده انا بجري ورا الجزائر ليا 4 سنين، انا مش عارف اجي. بس هو انا ياسر كنت عارف اجي ان لم تتقدم ليا قناة النهار بالاستضافة. ما اصل انت ما ينفعش تنزل على بيت، انت لازم تنزل على قاعة كبيرة وعلى مسرح وعلى اضاءة وعلى ساوند سيستم وعلى برنامج تلفزيوني، والا هتبقى جاي تعمل ايه؟ ما هو انت جاي تقدم رسالة، هذه الرسالة محتاجة منبر، فإن لم تمتلك هذا المنبر تعمل إيه؟ لكن موريتانيا ده موريتانيا، العيال الأطفال اللي في الشارع بيقولوا شعر، يا نهار أبيض، ده احنا في مسابقة أمير الشعراء كان معانا حتة دين ولد موريتاني، يا نهار أبيض. وفي شاعر خد لقب أمير الشعراء موريتاني، بس أنا يعني أنا الأسماء بتجع مني. لا، موريتانيا بدون منازع بلد المليون شعر، دي محسومة. يا أهل موريتانيا، إن كنتوا بتشوفوا قناة النهار، لو أي جهة إعلامية، بس علشان نجي نعرف نوصل المسج، يعني أي جهة إعلامية من موريتانيا بعتت لي مزد، مش هقول كلمتني، أنا حاجي مشي زيادة، مشي دي حاجي بس مش حاجي مشي. قبل أستاذ هشام أن أنهي هذا الحوار الخاص والشيق معك، هناك مجموعة من الأسئلة العامة التي أريد أن أطلعها عليك. بداية، أنت نزلت على الجزائر ضيفا وأكلت طبعا الأكلات الجزائرية، حابين نعرف يعني ما هي الأكلة الجزائرية التي أعجبتك؟ بتحرجني يا ياسر. بص، خلينا نقول طبعا، أنا مش عارف أنتوا تقولوا هنا الكسكس، في تونس يقولوا الكسكسي، في مصر كمان بنقول الكسكسي. أنا بخسس طبعا، انا زايد 8 كيلو، حميه يعني، انا زايد كتير، بس لم اقاوم، يعني لم استطع مقاومه هذا. انا اكلت واللي يحصل. ولا، وكان في كمان اكله كمان اسمها خشخش، اسمها شخشوخ. ايوه، دي برضو كانت اكله رهيبه. طيب استاذ هشام، شعراء الجزائر، ما يعني كيف ترى شعراء الجزائر، او هل تعرف منهم شعراء؟ امبارح كنا سهرانين مع شعراء الجزائر، مع اعلام، يا نهار ابيض، كان اسمه ايه الاستاذ ابراهيم، كان اسمه ابراهيم 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 الصديق اظن، مبهر
مبهر مبهر. لا 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 الجزائر فيها، عشان بس الناس بتقول لك بيتكلموا فرنساوي ومش بيتكلموا فرنساوي، لا 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 ده في شعراء جزائريين. بس خلينا نعترف ان الاعلام الجزائري محتاج شويه اهتمام، شويه اهتمام بالشعراء، محتاج ان هو يبص على الشعر شويه. احنا امبارح كنا في قعده مع سياده الوزير السيد حميد جرين وزير الاتصال، واتكلمنا في ده وهو شايف مشاكله، يعني هو الراجل عارف مشكلته فين وعارف وشغال عليها. لازم يبقى فيه شويه اهتمام، زي ما في اهتمام بالكوره، زي ما في اهتمام بالمزيكا، زي كمان بتاعنا نبص للشعر شوي. طبعا استاذ هشام انت مطلع وتعرف القياده الجزائريه بدءا بالرئيس جمهوريه سيد الحزب بوتفليقه الذي كان في وقته في وقت شبابه اصغر وزير ودبلوماسي لامع، ماذا تعرف عنه او ما رايك في القياده الجزائريه؟ برضو اولا انت تعلم رايي بعيد عن الكاميرا، واي لفظ مادح اقوله امام الكاميرا سوف يؤخذ علي وعليك، لكن انت تعلم رايي وتعلم ثقتي وتعلم حبي للناس، وتكلمنا في مناطق اداريه هم عرفوا يسوقوها بشكل هايل. اتكلمنا كمان مش في ان الرئيس كان اصغر، ده احنا اتكلمنا كمان في ان الجزائر شابه، ان القيادات الجزائريه كلها شابه. ده موضوع مهم جدا، لكن انا لن امدح رئيسا ولن امدح قياده في اعلامي. هتشوفني لما انزل مصر اقول ايه، لكن في اعلامك لا، انا مش همدحك قدامك. لكن في لسه حاجات كتيره محتاجاها الجزائر، في لسه حاجات كتيره محتاجها قطاع الاعلام في الجزائر، قطاع الاعلام في الجزائر الاعلام الخاص مش بيطلع هوا. انتوا ما عندكمش ليه برامج هوا؟ انا ليه بسجل والبرنامج بتاعي هيتذاع بالليل؟ ليه ما طلعناش هوا؟ ايه اللي مخوفك؟ انت راجل جايب الصندوق وجايب انتخابات، ليك شعبية، حكومتك بتشتغل، مش سايبة حاجة مش بتعملها، ايه اللي مخوفك؟ طلع الناس هوا، افرز. انا كده رحت في داهية؟ باي باي، هتوحشوني. من الامور الجميلة في الجزائر انه كل الجزائريين يتكلمون ما يشاءون، والحرية في الكلام والكتابة والشعر والمسرح والفن الحمد لله موجودة، وحتطلعوا هوا ان شاء الله قريب. قضية البث المباشر عن قريب، يعني الحكومة ووزارة الاتصال شغالة على هذا. انا احنا كنا قاعدين مع وزير الاتصال تطلع القنوات زي ما تقولوا انتم على الهواء ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ هشام، قبل ان نختم هذا الحوار وحتى للمشاهدين الكرام، هناك قصيدة، آخر قصيدة نظمها الشاعر هشام الجخ، وهي قصيدة طبعا ما صليتش العشاء التي كانت في شهر جويلية الماضي في شهر رمضان. القصيدة لم تذع ولا في حتى تلفزيون عربي لأنها أقيمت في حفلة في المسرح في مكتبة. الآن الأستاذ هشام سيلقيها علينا لأول مرة ولأول مرة على تلفزيون عربي وحصريا على تلفزيون النهار، سنسمعها قصيدة طبعا ما صليتش العشاء. تفضل أستاذ هشام. طبعا ما صليتش العشاء اتجلت اول مره في مكتبه اسكندريه يوم 21/8 اوت لا 21/7 21/7 يعني الشهر الماضي يوليو. كان 19 رمضان، كان 21 رمضان وكان 19 يوليو، كانت اول مره تتجال. دي أنا اخر قصيده. احنا غالبا في الحفلات الكبيره سواء في القاهره او في اسكندريه هم دول اللي احنا بنسميها حفله كبيره، لان العدد بيبقى عدد ملفت، بنقول على طول حاجات جديده. يعني مش هطلع القاهره في حفله في القاهره غير بحاجه جديده، مش هطلع حفله في مكتبه اسكندريه غير بحاجه جديده. فكانت طبعا ما صليتش العشاء، وانا ما قلتهاش في ولا برنامج تلفزيوني لسه لاني مش حافظها. ما انا عايز اقول لك اني مش حافظها. طيب بص، هي طبعا ما صليتش العشاء خمس مشاهد. القصيده لوالدتي رحمه الله عليها، اول مره اكتب لهم. القصيده خمس مشاهد بخمس تواريخ. والدتي كانت نظره المدرسه بتاعتي وانا صغير. المشهد الاول، أول أسبوع في الدراسة،
المشهد الثاني يوم 6 اكتوبر، عارفين طبعا حرب اكتوبر، عارفين حرب 6 اكتوبر، احنا بنحتفل كل سنه بحرب 6 اكتوبر. المشهد الثالث يوم عيد ميلادي، المشهد الرابع يوم جوازي، المشهد الخامس يوم ما توفت. دول الخمس مشاهد. القصيدة طويلة طويلة جدا، ممكن ناخد فيها، فاحنا معلش استأذنكم هنقول منها مشهدين مثلا، لان هي لان هي في الامسيه يعني. الباقي في الحفله ان شاء الله، في الحفله تتقال على بعضيها ان شاء الله. المشهد الثاني 6 اكتوبر 1985، 6 اكتوبر 1985 يوم اجازه، يوم اجازه، لمت خالاتي عندنا او عند ستي، عنديكوا ستي دي؟ نعم. ستي جدتي لمت خالاتي عندنا او عند ستي، كلام حريم، انت خدتي وانت جبتي. ابويا كان يحس بلمه العيال يطير، وجواز خالاتي هكذا يوصلوهم عند بير السلم بالكثير، معرفش ليه بيقولوا على باب العماره انه بير. المهم عيال خالاتي جولنا بدري، وابويا ينزل وانا الكبير، انا الكبير، انا اللي اقول مين اللي يوقف، ولا اللي اقول مين اللي يلعب، ولا اللي اقول مين اللي ياكل، ولا اللي اقول مين اللي يشرب. كنت اكبرهم، كنت اكبرهم وهم عيال يا عيني صغيرين. انا كنت ارخم طفل عنده 10 سنين، كنت لما اغيب عن عين خالاتي يا اما تلقاني في مصيبه يا اما بعمل مشكله. كنت عايش طول حياتي اسئله، ماما بنصلي ليه؟ ماما مين بابا حسني؟ ماما يعني ايه عابر سبيل؟ ماما يعني ايه راجل اصيل؟ عيل فصيل. كنت بسأل اسئلة ولا ليها رد ولا ليها عازة، بس السؤال اللي سألته وقتها كان مهم. احنا ليه واخدين اجازة؟ احنا ليه واخدين اجازة؟ لمعت عينيها ساعتها لمعة بحبها، اللمعة دي على طول بتظهر لما بعمل حاجة أمي تحبها، لما بنجح، لما بسأل، لما بتنرفز على أخواتي البنات لو حد كركر، لما بعمل أي حاجة تحس فيها إني بكبر. لفت على الكرسي اللي عمر عندنا 20 سنة وبدأت حكاوي ودندنة، ساعتين حكاوي ودندنة على اللي اتضرب واللي اتفنى واللي اتهدم واللي اتبنى، ابطال هنا وشهداء هنا، وانا ودني اصلا مش هنا. كانت ماما نجوى بتبتدي، عندكم ماما نجوى؟ حضرتوا ماما نجوى وبقلص؟ كانت ماما نجوى بتبتدي، وانا الا دي، الا دي، انا لسه هسمع حرب واكتوبر وارض سينا ومين حماها ومين خطفها، دي حكاوي تافهه، دي حكاوي تافهه، كلام تجيل وكلام مجعلظ. ونجوى جت، انا عايزه بقلص، هربت من نص الكلام لكني فاكره، هربت من نص الكلام لكني فاكره. انا كنت عيل صحيح، لكني فاهم الكلام من اوله ولحد اخره. ان اسرائيل سرقت سلامي، وان اسرائيل قتلت عمامي، واننا زي النهارده خدنا طارنا نارنا، عرفوا طعم جند مصر في المعارك، وان سوريا والعراق والجزائر والخليج وكله شارك، واننا بعد ما فزنا، اننا بعد ما فزنا، بعد ما شافوا الوحده بتوسع نفوذنا وعلمنا بيرفرف عليهم تحت عيننا، دبوا نار الفرقه بينا. كنت عيل بس فاكر، كنت بلعب بس شاطر، كنت بحضر ماما نجوى وبابا ماجد، كنت بحضر ماما نجوى وبابا ماجد، كنت انام احلم بجونجر، عندكم جونجر ده كنتوا بتشوفوه؟ كنت انام احلم
بجونجر، واني حكبر ابقى مارد، اني حكبر ابقى مارد، اجمع العرب اللي تاهوا صف واحد وابقى قائد. كنت انا محلم بموقعة حطين، واني الامير هشام الدين، ومعايا جيش ملوش لأول في اليمين ولا في الشمال، معايا جيش وسع المكان، بإشارة من إيدي الحصون متدشدشة، وإشارة من إيدي الجموع متفركشة، وإشارة من أمي اللي جت بتهزني وتقول لي طبعا نمت قبل ما تصلي العشاء. المشهد الثالث يوم عيد ميلادي. انا نسيت اقول لكم ان انا كان عندي مشكله وانا صغير، ان امي على طول بتتهمني اني ما صليتش العشاء على طول، رغم اني ابقى مصلي على طول انا متهم باني ما صليتش العشاء. المشهد الثالث يوم عيد ميلادي، 1 اكتوبر 1989، كنت حلو كده 14 15 سنه. 1/10/1989، مين يا اخويا؟ عيد ميلادك والله خلفت وعلفت، وانت اطول مني عايز عيد ميلاد، امشي ياد، في اعدادية ولسه بتفكر يا شحط في عيد ميلاد؟ روح لابوك كلمه في الشغل، قل له وانت جاي عدي هات لي نفاخه، شوف العيال لما تكبر تتملي مساخه. ثم ايه اللي خلى اصلا يوم ميلادك اسمه عيد؟ ياكش فاكر يوم ميلادك اختفت نار المجوس، ولا حد قال لك ان لقينا يومها شوال فلوس؟ ده احنا كان العيش يا دوبك والغموس، كنا مش لاقيين نجيب لك هدمتين. ايه هذه السعاده اللي انت فيها دي؟ جاياك منين؟ ده احنا افقر فترة عشناها في حياتنا حملي بيك، كانت البلد ولا فيها زيت ولا فيها سكر، والجو بيننا وبين كل العرب كان شان وعكر، والسادات كان كل يوم شدوا الحزام، والاعارات اللي كانت في الخليج رجعوا لنا تاني، والجنيه ما بقاش يجيب ولا جوز حمام ولا نص ضاني، كنا دايرين نستلف من القريب ومن البعيد، خليته عيد. بس عارف، زي الغنى لما قالوا جه ولد ظهرت سند، رغم اني كنت مخلفة قبلك بنات، كنت انت بكري، أبوك حريم وكلهم جابوا الولاد بدري، وجدتك في غياب أبوك كانت تلقح بالكلام، وأنا طبعا أهري حتى لو ما قالتش حاجة، احنا ستات أوعر كلام بنقوله بسكات. ما كانش أبوك يعرف يا ولدي إنهم سموني بينهم أم البنات، وما كنتش اعرف حظي الاخبر وان خلفة الولاد هتجيب لي نطع يقول لي عايز عيد ميلاد. اسمع يا ولد، اسمع وركز في الكلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتفل بعيد ميلاده زيك تمام، ازاي بقى؟ بالصيام، يعني انت بكرة تجيني صايم، عيد ميلادك يعني تقوى مش جاتو باتو عزايم، ولا اقول لابوك على الدرجتين اللي نكسوا في التاريخ؟ عايز تعلق نفخات اجيب لك النفيخ، خش ذاكر. ايوه وتنغوج وخبط في الحيطان، هو يعني ابوك مسافر؟ بس يجي وكل ده حيوصل له، حاضر. تاني يوم الصبح وانا نازل ورايح المدرسه، لقيت على السفرة كيكة مقطعة ومكيسة، قالت لي خد طفح صحابك، ما انتوا جيل العيد ميلاد، جيل ما يعرفش الخشة. قل لي صح،
انت نمت الساعة كام؟ شكلك ما صليتش العشاء. الله الله أستاذ هشام على هذه الأبيات من قصيدة طبعا ما صليتش العشاء، يعني هم مشهدين نحن متشوقين عشان نسمع المشاهد الثلاثة، بس إن شاء الله يوم الحفلة الأمسية الشعرية الجمعة 29 أوت إن شاء الله. أستاذ هشام جخ، نسعد كثيرا بالحوار معك، والحوار معك شيق وخاصة القصائد شيقة أكثر. طبعا المفروض أنه بعد التأشيرة ما بقاش كلام، بس الأسئلة كثيرة، سنحاول أن تكون هناك فرصة أخرى إن شاء الله للحديث إليك. لقائنا إن شاء الله يوم الجمعة 29 أوت بقاعة الأطلس، ولقائك إن شاء الله سيكون مع الشعب والجمهور الجزائري. أنا شاكر ليك يا ياسر، أنا شاكر لحضراتكم يا أهل الجزائر ويا كل مشاهدي القناة في العالم العربي، أنا شاكر لحضراتكم. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذا الحوار الخاص مع ضيف الجزائر وضيف قناة النهار الأستاذ هشام الجخ. موعدنا لمن أراد أن يستمع إلى طبعا ما صليتش العشاء، أيوة بغير جحا، لا جحا في مصر، جحا لا. إذن التأشيرة، رائع التأشيرة، يوم الجمعة 29 أوت بقاعة الأطلس ابتداء من 9 ليلا، الدخول مجاني والدعوة عامة. الشكر إلى كل فريق العمل في تلفزيون النهار، تقني الإضاءة حسان، المخرج تكفري ناس بالعيد، وأنا ياسر العرابي أحييكم إلى ملتقى آخر. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.